ومعنا هاتفيا من عمان دكتور هلال دوليمي المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور هلال. نبدأ من صحيفة من شبكة دواشفيلا الألمانية التي وصفت الغزو الأمريكي للعراق بأنه بدأ بكذبة وانتهى بكارثة إنسانية. كيف ترى تداعيات الغزو الأمريكي على العراق بعد 15 سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة الرافدين لتعطي الفرصة للحديث عن هذا الأمر الجلل الذي حصل للعراق وللمنطقة حقيقة، لأنه الكارثة بدأت بالعراق وامتدت إلى كل أرجاء المنطقة وخاصة منطقة الشرق الأوسط. ألهبتها بالإرهاب والإرهاب المقدس والتدمير الكامل. أما ما يخص العراق فأعتقد أن المأساة كبيرة وهي ككرة الثلج تكبر مع الزمن. عندما نلاحظ حجم التدمير الذي حصل في العراق، نلاحظ الأرقام الرسمية التي تعلن من قبل التي أعلنت الأمم المتحدة، نتحدث عن 1,000,000 ضحية، نتحدث عن 2,000,000 أرملة، نتحدث عن 5 ملايين يتيم، نتحدث عن مدن مدمرة بالكامل بنسبة 70 إلى 80%، نتحدث عن 10 مليون نازح خارج وداخل العراق، نتحدث عن عدد من كم هائل من المعوقين الذي يربع على 1,000,000 1,500,000، نتحدث عن بلد مسروق بمعنى الكلمة، نتحدث عن خيرات منهوبة، نتحدث عن شعب يعيش تقريبا 50% من تحت مستوى خط الفقر، نتحدث عن أرقام حقيقة مذهلة، نتحدث عن 6 مليون طفل متسرب من الدراسة، نتحدث عن حاجة لكل شيء تقريبا. الغزو الأمريكي للعراق حقيقة أتى بالتدمير الشامل، وهو أتى بكذبة أسلحة الدمار الشاملة التي أثبتت بطلانها وأثبت رجال العراق أن هذه الكذبة لن تمر وهي وصمة عار على وجه الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. والقضية حقيقة في العراق عندما ننظر إلى المأساة فهي مأساة بكل ما تعنيه ونتائجها الكارثية لا تزال تتزايد وتتفاقم. أحد أساتذة خلال فقط وإنما لا تزال مستمرة بالكوارث، وكل كارثة تجر كارثة أكبر وهكذا. أحد أساتذة جامعة لندن قال إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من غزو العراق هو تدمير اقتصاده الداخلي. ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك؟ الولايات المتحدة الأمريكية عندما تشن حربا على بلد ما تحقق أهداف سياسية بالأساس، وهذه الأهداف السياسية تخدم الكيان الصهيوني وتخدم الأجندة الأمريكية في المنطقة، وتنتقم من العراق الذي قام بثورة علمية وثورة حقيقية وثورة ثانية من النفط وتأمين الموارد للشعب العراقي، ولكن أدخل العراق في سلسلة من الحروب النيابة التي لم تفضي إلى ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، فأتت بنفسها لتحقق أهداف عدة في المنطقة لها ولمن وافقها المشروع الثلاثي الأمريكي الصهيوني في العراق. التدمير الاقتصادي هدف حقيقة كبير في المنطقة للاستفادة من الفوضى الخلاقة التي تعتمد على مسابقتين متوازيتين من سابق له التدمير القتل المادي والبشري، ومن ثم التدمير المادي وتدمير البنى التحتية التي لم تقتصر على العراق. لاحظ الآن امتد الشر الأمريكي الروسي إلى سوريا وإلى اليمن وإلى ليبيا، فالعملية عملية تدمير الشرق الأوسط وجعله ضعيفا هذه سياسة مرتبطة بالعقائد المريضة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية، والتي تؤسس لها منذ فترة طويلة، وتأيينها أيضا إيران التي تطمح بتدمير هذه المنطقة. هناك حقيقة مثلث القادات الذي قال على سيد حوا رحمه الله يتآلف من جديد ويدمر بشكل قاسي وقاسي جدا كما نشاهد فيه. وهذا ما أنتج يعني هذا التعامل، تعامل أمريكا مع العراق، أفرز طبقة من الفاسدين في العراق وهو شكل وصمة عار على الولايات المتحدة التي أتت بهم. ما أثر ذلك التعامل في بنية العراق السياسية عموما؟ الولايات المتحدة الأمريكية أسست منظومة فاصلة من الأساس باختيار الولايات المتحدة الأمريكية لأنها حققت بهذه الطبقة الفاسدة والأحزاب الفاسدة
أهداف متعددة. أولا شوه سمعة الإسلام، اثنين جعلت من العراق حقيقة فريسة لهؤلاء. اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للطبقة السياسية والنظام السياسي وحمايتها للفاسدين والعملية الفاسدة هو أكبر دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية متعمدة في إبقاء هؤلاء الناس على رأس السلطة، وهم يريدون منهم تحقيق الهدف التدميري والتخريب الأكبر، لأنه تعرف أن الآن حالة تدمر كبير من وجود الطبقة الفاسدة في العراق، ولكن لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تمد يد العون والحماية لهذه الطبقة الفاسدة. إذا هم شركاء في المشروع، وهؤلاء الناس هم مجرد ينفذون الأجندة الأمريكية والإيرانية بكل وضوح، ولا يخفون انتمائهم لهذين الطرفين ليل نهار. أما الشعب العراقي فهو الضحية الأولى والأخيرة من هذا العمل الإجرامي. شكرا جزيلا لك من عمان المحلل السياسي دكتور هلال الدوليمي.